زي الشباب اللي انتوا سلموها بالظبط، بليعه مسؤوله من جيل قديم بتاع دفعه قديم. طيب المفروض ان احنا هنبدا نحل انا منهم بعض الامثله والحاجات الشبيهه اللي انا هحلها هتسلموها انتوا، تمام كده؟ طيب نبدا كده ناخد منه مساله وركز معايا بقى عشان دي طريقه جديده اللي هي طريقه الدايركت. خدنا الدايركت قبل كده تمام؟ يساوي بي فيكسي زائد اس في اليوم زائد اس في اليوم. كم كده دول؟ عندهم كده صدقها واحد اثنين ثلاثه اربعه. في ثلاث ترمات ما بيفرقوش في الطريقتين، ترم واحد بس هو اللي بيفرق من طريقه لطريقه، ولا تحديد اليو بيفرق من هنا لهنا من الطريقه دي للطريقه دي، ولا تحديد البي فيكسي، ولا تحديد البي اكسترنال. فالحاجه الوحيده اللي بتفرق هي ايه؟ هي تكوين الاس. فالفرق بين الطريقتين هو تكوين الاس، الاستفنس ماتريكس اللي هي على حسب بقى المساله بتاعتك كام ديجريز اوف فريدم. طيب تعال نحدد كام ديجريز اوف فريدم هنا في المساله. كام ديجريز اوف فريدم عندي كام يوم؟ سيبك من الاكس، سيبك من الاكس ماشي؟ عد من غير الاكس كام واحده؟ 4 تعال عندهم ونشيل الاكس من الموضوع. تعال عندهم الاكس الاول وبعد كده نشيل الاكس. ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. في كام اكس من اللي عندهم؟ اكسين صح كده؟ واحد عند الرولر ده، واحد عند الرولر ده، واحد عند الرولر ده. فبالتالي فالاكسات دي بكام؟ بزيرو. يبقى الثمانيه بقوا كام؟ اعمل الاكسات دي يبقى الثمانيه بقوا سته. طيب في كمان ثلاثه هشيلهم لداعي تاني ان المومنت عندهم بصفر. المومنت هنا بكام؟ صفر. يبقى السته بقوا خمسه. هنقعد نقلل لحد ما نشوف هيوصلوا لكام دلوقتي. بعد كده المومنت يمين وشمال الانترميديت تنشي بصفر. يبقى بالتالي هشيل الروتيشن يمين والروتيشن شمال. يبقى كده هو كام؟ خمسه بقوا ثلاثه. طيب وعشان تقلل الثلاثه دول اكتر شوف حته في الاستراكشر ديترمنت تقدر تشيلها خالص بحيث الاستراكشر تعرف تحله من غيرها. يعني ايه ديترمنت؟ يعني حته انت تعرف تحسب لها المومنت، تعرف ترسم لها الشير، تحسب لها الرياكشن من قبل ما تبدا المساله خالص. في حته كده في المساله دي لو بصيت تعرف تحسب لها الرياكشن، تحسب لها المومنت من غير اي حاجه. ايه الحته دي؟ الحته دي كلها ازاي بقى يا باشمهندس؟ هقول لك ازاي؟ خد سيجما المومنت حوالين التربيه دي تمشي يمين. هتجيب ايه؟ هتجيب الرياكشن ده صح كده؟ لو عندك هيطلع ده اربعه. الرياكشن ده يطلع اربعه لو خدت سيجما المومنت للسكشن ده يمين. اللي هو جبته ازاي؟ 2 في 4 في 2 على 4. تلاقي نفسك الرياكشن ده اربعه. حلو كده؟ طيب سؤال بقى، تعرف المومنت عند اي سكشن هنا؟ تعرف تجيب المومنت عند السكشن ده ولا ما تعرفش؟ ايه؟ السكشن الهنج ده تعرف تجيب المومنت اللي عنده ولا ما تعرفش؟ تعرف المنطقه دي كلها تعرف تجيب لها المومنت ولا ما تعرفش؟ لو اشتغلت من ناحيه اليمين لان انت عارف الرياكشن صح كده؟ يبقى تقول ايه؟ انا قادر اعرف المومنت على كل النقط دي لحد هنا. طب وبعد كده ايه المشكله؟ بعد كده المشكله لو انا اشتغلت من ناحيه اليمين انا ما اعرفش الرياكشن ده صح كده؟ يبقى الحته اللي انت بتقول انا مش عارف احسب عندها المومنت دي بنقول عليها ايه؟ ديترمنت استراكشر. ولحد ما انا عارف احسب المومنت دي اسمها ايه؟ ديترمنت استراكشر. حلو كده؟ طيب نعمل ايه بقى؟
الكرسي ده كله. حلو؟ طيب بس لازم تعكس تقسيمه على الجزء الثاني. امال انا شفت ده كله ايه؟ بترن. طيب دي بتقول بقى اعمل ايه؟ هو اذا هو الاستراكشر بتاع الحته اللي انا فصلتها كان طولها 4 متر فبالتالي كان عليها مينيمم في اللود 2 طن على المتر فبالتالي كانت دي 4 ودي كام؟ 4. طيب وكان عندك طبعا النقطه دي عندها مومنت صح كده؟ النقطه اللي انا حطيتها دي عندها مومنت صح؟ عشان ده هيجي في النص فبالتالي النقطه دي ايه؟ فيكس. النقطه دي فيكس. طيب انت عندك هنا الديستريبت لود كام؟ 2 طن على المتر. الحته دي طولها كام؟ 2 متر. الرياكشن ده كام؟ الاكس من فوق 4 صح كده؟ فصصتها فاكرين شال ومتشال حته شال ومتشال شلنا الهنج على حته التركيبه دي. طيب تعرف اجيب الرياكشن هنا؟ اه الرياكشن هنا هيبقى كام؟ 4 2 في 2 4 يبقى دي كام هنا؟ 8. المومنت هنا كام؟ ها المومنت هنا كام؟ 4 في 2 زائد 2 في 2 ب 4 في 1 4 و 8 يبقى كام؟ 12. ايه؟ هنا في مومنت ولا مفيش؟ هنا في الاستراكشر الاصلي في مومنت ولا مفيش؟ في مومنت. يبقى لما تقطع دي تاخدها ايه؟ فيكس. انا لو خدتها ايه؟ يبقى المومنت صفر صح؟ هي في مومنت تمام؟ يبقى لازم اعملها فيكس. حلو بقى كده. عندك 12 و8 خد ال 12 دي اعكسها هنا فوق. ال 12 دي اعكسها هنا فوق. ال 12 دي بتلف عكس العيال صح كده؟ حط واحده فوق مع العيال. يبقى دي كام؟ 12. حلو كده؟ وال 8 دي هتنزلها هنا كده 8. 8 كده ونزل هنا ايه؟ ونزل هنا 8. وعندي الرياكشن ده او الفلوس دي 10. اسالك سؤال بقى. ايه رايك كده بعد ما شلنا الفرح اللي كان موجود ناحيه اليمين ده تقدر تعدل لي دلوقتي الديزو فريلا باهمال الاكس برضه. ما تعدش الاكس معايا. كده عندي كام ديزو فريلا؟ احنا اخر حاجه كنا وصلنا لها كام؟ 3. كده كام بقى؟ كده هو كام دلوقتي؟ صح واحده بس. ليه؟ انا عندي روتيشن هنا وعندي روتيشن هنا صح؟ عندي روتيشن هنا وروتيشن هنا بس في روتيشن انا عارف عنده النقط اللي هو كام؟ 0 بقى من الرقم المره دي بقى كام؟ بقى 12. يبقى بالتالي الروتيشن اللي انا عندي عارف عنده النقط مكتوب معايا يبقى بالتالي ما بقاش عندي غير ايه؟ الروتيشن في النص. فاكرين لما كنت بقول لكم المومنت النقطة لو هي في ضرب المومنت عامل زيرو ما كنتش باخد ايه؟ ما كنتش باخد المومنت ما كنتش باخد ساعتها الروتيشن ده لان عارف ان المومنت زيرو. المرة دي عارف ان المومنت ب 12. هل ممكن في لحظة ما ال 12 دي ما تبقاش 12؟ ها؟ ايا كان الاحمال اللي على الشمال ال 12 دي ليها علاقة بالاحمال اللي على الشمال؟ الاحمال الناحية دي ولا ليها علاقة بالاحمال اليمين؟ طب ما انا شايف اليمين يبقى ال 12 دي عمرها تتغير؟ عمرها ما تتغير فبالتالي ال 12 دي عمرها ما ايه؟ ما هتبقى مثلا 17 هتبقى 12. فبالتالي انا مش محتاج اخد حد طب حد يقول لي حاجه لو خدت الجيزو فريدم وجبتها اليو دي وجبتها استفدت حاجه من اليو اللي على اليمين استفدت حاجه ما استفدتش اي حاجه لان عارف ان انت عندها هعمل بيها ايه الجيزو فريدم هي موجوده وليها رقم بس ما لهاش لازمه بالنسبه لي وبالتالي بقى عندي مساله ايه وانس قلنا عليها ساعتها ايه وانس ايه ايه حد غيري حد غيري وانس ايه يا راجل طيب وانس كاينماتيكال ايديتور احنا مش شغالين ستاتيك صح؟ ستاتيك ده السنه اللي فاتت في السيستم انفورميشن. المره دي بنقول وانس كاينماتيكال ايديتور. يبقى ده كده بقى ايه؟ ها؟ يو يو اي هنسميه ايه؟ مش هنقول يو اي هنسميه ايه؟ يبقى اذا المساله بتاعتك بقت ايه؟ وانس كاينماتيكال ايديتور. هعمل ايه بقى عشان احل؟ عايز اجيب كل حاجه في القانون ده مع بعض. تعالى اقعد اقعد البي اكسترنال بكام؟ هنا البي فيكس بكام؟ الاس هنجيبها سوا دلوقتي واليو هي ايه؟ خلاص انا عرفت انها يو واحد. البي اكسترنال بكام؟ هو هيجي بزيرو لان يعني المساله دي لاول مره يعني انا بس ما حطهاش هي في عليها قلنا نغير عشان ما تحاولوش ان هو يعني عليها 5 طن متر وانا حاطط يو عندي كده. يبقى الاكسترنال لود كام؟ اول مره يبقى عندنا اكسترنال لود في البي هو ماشي انا حاطط ايه؟ حاطط مومنت. ده بقى كام؟ نيجاتيف 5. حلو.
ناقص مين؟ ناقص ترمين، لو جبتهم يبقى مسألة حل. تمام كده؟ ايه الترمين دول؟ في فيكسد والاس. طب تعالى نجيب بقى الفي فيكسد دلوقتي. هناخد البيم دي كده هنعمل ايه فيهم؟ هنصفرها، فبالتالي بقى ده فيكسد وده فيكسد. هشيل النوبل فورس، ليه بشيل النوبل فورس وانا بعمل بي فيكسد؟ لان انا خدتها في الاكسترنال خلاص. الخمسه دي انا خدتها في الاكسترنال، فهي يعتبر اللي يروح في الاكسترنال ما يجيش فيكسد. فهشيل الخمسه اللي عندي. بالتالي مش هيبقى عندي من هنا كام؟ من هنا 12 وعندي هنا كام؟ هنا 8. ال 10 دي هتحللها. هتبقى 6 و8، ليه؟ لان هو 3 3 4 5 هو نفس النسب 6 8 10. الستة تبقى مع الصغير، مين الصغير؟ التلاتة، والتمانية تبقى مع اليمين الكبير الأربعة، فبالتالي أنا هاخد الرأس بس اللي هو كام؟ اللي هو تمانية. والستة هسيبها للآخر، يعني إيه هسيبها للآخر؟ بعد ما أخلص المسألة دي عشان أمسك النورمال فورس ديجرام أقوم شايل كل الفيرتيكال لود وأحط الهوريزونتال بس. فاهمين قصدي؟ ما هو الفيرتيكال لود ما يجيبش نورمال، مين اللي يجيب نورمال؟ الهوريزونتال. في ستة هنا مركبة لدي ستة افقيه. فبالتالي انا هعملها لوحدها، اكني بعمل سوبر بوزيشن، بخلي ده لوحده وده لوحده. فانا بخلي الفيرتيكال دول بس ماشي؟ طيب عندي هنا ايه بقى؟ لاول مره بتشوف سكريبت الدوت في النص هنا. 2 طن في المتر و 4 طن و 4 طن. بص كده دي نعرف نحلها عادي رغم ان فيها حته جديده علينا. دي نعرف نحلها. لو عندي فيكس هنج في دي في النص المومنت ايه؟ واحد ونص في ال على 8. لو واحد ونص اجيب بس واحد ونص في ال على 8 هيطلع 9. ركز هنا معايا يا باشمهندس. هيطلع 9. ركز بقى. اللي هي 3 في ال على 16. ده اللي هي كانت مين؟ بتاعت كونسنتريت دول 8 دي. طيب خد بالك من حاجه بقى ان الطرف الهنج عليه مومنت. دي خدتوها في المومنت ديستريبيوشن. هي مش كبيره. قال لك مين؟ كاري اوفر. مين كاري اوفر؟ يعمل ايه بقى؟ لما يلاقي مومنت على الطرف الهنج 12 يقوم مديله الناحيه الثانيه كام؟ يوديله 6 في نفس اتجاهه. ال 12 دي تقوم لفه رايحه في نفس اتجاهه. ده كونسيستنت انفورميشن. تاخد مساله، خد مساله كده روح لها في كونسيستنت انفورميشن. كده. حط عليها هنا ام. اجيب لك اكن جبت لك دي مثلا في امتحان بقول لك لا سيب لي البيني مومنت هتروح تعمل ايه؟ تفتكر البيني مومنت تروح تحلها عادي هو لسه تكتشف ان المومنت هنا ام على مين؟ مش اختراع يعني. يعني حلها حط ام هنا هتلاقي الناحيه الثانيه ام على مين؟ كونسيستنت انفورميشن. تمام؟ طيب يبقى اذا النت كام بقى هنا؟ النت كام هنا؟ طب ايه الدوله؟ 3 بالظبط يبقى المومنت هنا 3. طيب اللي هنا بقى حلو قوي اللي انت قلته. هو انا قلت الحته دي هنا قلت ان انا ممكن احل مومنت عن سامبل واساويه بالمومنت بتاع الفيكس النيجاتيف واجيب الام ولا ما كانش؟ ثواني ثمانية فين؟ هنا؟ ثمانية دي؟ ثمانية دي فوق السبورت على طول. تعالى ثمانية دي يا باشمهندسين شوف زميلك بيسأل سؤال اسمع اللي بيقول. شوف في ناس فعلا بتفكر في الحتة دي. ثمانية دي يا باشمهندس تروح هنا زي ما هي بالظبط. ما تلاقيش بعض لأنها فوق السبورت. ماشي؟ اللود اللي هيجي بيجي من البي نفسه. ماشي؟ خليها دي الشيل واحنا بنجيب الرياكشنات الرأسي بناخدها معانا. إنما هي مالهاش لازم خالص. طيب بص بقى هي جت منين؟ في قاعده بتقول لو انا عندي اللود سيمتريك بي فاكرين دي؟ القانون بتاعها ايه دي؟ بيلعب على 8 جت ازاي؟ عندي جت ازاي كده لو سمعت؟ انا بقول لك دي عشان تفهم اللي فوق دي.
سيمتريك. فانت لو تعرف حته دي سيمتريك تجيب بيها العلامه تتجه لوحدك، فبالتالي تعرف تجيب اللي فوق. بص بقى تيجي ترسم البيبي مومنت عادي خالص. انت عندك هنا ام صح؟ عندك هنا ام. ارسم ده بقى. مش في اتنين ام هنا وام في ام وام؟ ارسم النيجاتيف مومنت بقى. يعني حط على النيجاتيف مومنت ام وام واقفل النيجاتيف مومنت. حلو كده؟ افترض ان البي دي بقى بالسوبر بوزيشن محطوط على ايه؟ على سيمبل بي. يبقى المومنت بتاعها بقى ايه؟ في ال على الاربعه. فبالتالي بقى ده ايه؟ في ال على الاربعه. اكنني في صلاه، اكنني في صلاه. ففي بريشر تس كل نيجاتيف فوق وتيجي تعالى البارابولا تحت والمثلثات تحت. ماشي؟ اكن رسمت النيجاتيف لوحده والبوزيتيف لوحده. حلو كده؟ بيقول لك بقى ايه لو انت عايز تجيب الام ده المفروض ان الاريا النيجاتيف تساوي الاريا البوزيتيف. طب تيجي تجيب الاريا النيجاتيف كده، حد يجيب الاريا النيجاتيف اللي فوق دي اللي هي هتبقى ايه؟ ام في ايه؟ ام في ال بتساوي ايه بقى؟ بتساوي ايه البوستيف؟ اللي هي البوستيف ده مساحه مثلث نص القاعده في الارتفاع. نص القاعده، القاعده نص في ال في الارتفاع كام؟ في ال على اصبر ايه ده ما خلاص الاربعه. دي طريقه ثانيه لاستنتاج الفيكس اند مومنت. خدتها السنه اللي فاتت. شرحت لك السكشن. في ناس بتقولها وفي ناس لا. في ناس يقول لك دي اهم من الكونسيستنت انفورميشن ممكن تجيبها بس لو لود سيمتري، ده شرط لو لود ايه؟ لو لود سيمتري. هقولها تاني بشكل تاني. لو انا عندي ديستريبيوتد لود دبليو طوله ايه؟ برضه عندي على الطرف ايه؟ ام وام صح كده؟ عندي ام وام بس المره دي بوست ايه؟ ايه؟ دبليو ال سكوير على 8 يساوي بقى المساحه البوست بالنيجتيف. يبقى عندي ام في ال بيساوي مساحه البارابولا ايه؟ 2 على 3 في دبليو ال سكوير على 8 في ال. اختصر هيطلع المومنت دبليو ال سكوير على ال 12. يجي لي تحفظها دبليو ال سكوير على ال 12 معايا؟ تقول عليك بطريقه ثانيه تجيبوا بيها في ال على 8 دبليو ال سكوير على ال 12. ماشي؟ جديدة ولا سمعتها جديدة؟ قالت المحاضرة السنة دي. السنة اللي فاتت. طب كويس طيب. أنا بقول دي ليه بقى؟ بقول دي ليه؟ لأن أنا أصلاً عندي حاجة دلوقتي نفس الفكرة بالظبط. اللي هي متماثلة. ماشي؟ بص كده معايا. دي بقى أربع حاجات إزاي؟ أفترض إن أنا عندي إم وإم. عندي هنا ام وعندي هنا ام. لازم يكون الاثنين زي بعض؟ لازم الاثنين يكونوا زي بعض ولا لا؟ لازم الاثنين يكونوا زي بعض. فبالتالي يبقى النيجاتيف مومنت هنا ام والنيجاتيف مومنت هنا ايه؟ هنا ام. ركز عشان دي تيجي في الفاينل على طول الحته دي. لو قلت لي هنا في ام وفي ام وصلوا ببعض يبقى انت كده خلصت من الاريا ايه؟ الاريا نيجاتيف خلاص. يبقى بقى لك الاريا ايه؟ البوست. تجيب الاريا البوست ازاي؟ تاخد اللون خلاص ما انت خلصت بقى من المومنت. ارمي المومنت. لو انا فيكس بيراميد المومنت يبقى اللي الباقي بقى ايه؟ بقى هنج صح كده؟ حط الهنج ثلاث خط هنا اربعه وهنا اربعه. وده كام؟ دي بتعمل في المتر. المسافه دي 2 4 2. حد يجيب لي الرياكشنات كده؟ الرياكشنات سهله قوي. اجمع الاعمال الراسيه كلها. ايه الاعمال الراسيه كام؟ 4 4 2 4 8 يبقى 16 صح كده؟ يبقى المومنت ده كام؟ 8 وده كام؟ 8. ارسم بقى المومنت كده تعرف اسم البوست مومنت يبقى 2 في 8 في 16. 2 في 8 في 16 ما هو لازم برضه يبقى متماسك. واوصل ده وده كده وعلق هنا ايه؟ ممكن افصلها كده. افصل البارابولا دي. صح كده؟ 16 16 اوصلهم ببعض ونعمل ايه؟ البارابولا. بس افصلها. البارابولا تبقى كام بقى؟ 2 في 4 تربيع على 8 صح كده؟ 2 في 4 تربيع على 8 4 تربيع اللي هي 16 في 2 يبقى كام في 4 صح؟ طيب هي 32 على 8. بص بقى سامي بقى دلوقتي النيجاتيف دول كلهم بوزيتيف ودي نيجاتيف سامي كده معايا يبقى عندي ايه كام؟
50 الناس اللي ورا العدد كبير وكل مره اقول الكلام دوت يا ابني نصبر عشان الدنيا تمشي باللعب ماشي مش جاي عشان تستفيد اعتبر نفسك اعتبر نفسك قاعد في عزله بالظبط اتكلم لو انت جاي عشان مش عايز تستفيد يبقى عندي هنا الايرن نكتب بكام؟ ها؟ ها؟ لا اللي ورا بس اللي قدام يشتغل 8 ام صح كده؟ حد يبقى ليه الايرن دي؟ الايرن 2 4 2 صحيح؟ 4 4 16 زائد 2 16 2 16 في نص في 2 يعني اديني جبت المثلث ده والمثلث ده كان محسوب مع بعض 2 16 زائد ها مساحه برابر 2 4 4 هيطلع الام ده 13.3 يبقى اذا انا جبت المومنت اللي هنا كام؟ اهي 13.3 والمومنت اللي هنا كام؟ 13.3 يعني ما كنتش محتاج انك تحفظ لو اللود يرفض في النص حفظ لك النور خلي بالك في ناس بيعملوا كده وهتلاقي في ورقه معاهم كده لو تستريبت اللود في النص وتقعد تحفظ لها النور اللي هو دبليو في ايه بي ناقص بي تربيع على ايه في ايه تربيع ناقص بي على ال زي كوره فاهم؟ فانت ما تعملش كده انت تعمل ايه؟ جيب اريا نيجاتيف واريا بوزيتيف بتصيروا ببعض جيب الاثنين مع بعض تحفظ قانون خاص ماشي هتلاقي في ورق كده بره وفي ورق جوه ماشي طيب انا عم سفرها كل ده عشان محتاج المساحه دي يبقى دي فيكس بكام؟ بص بقى هنا بقول دي فيكس بكام؟ مين الموجب؟ 3 ولا 13 ونص؟ 3 من 10، مين الموجب؟ 3 13 و3 من 10 دي السالب، يبقى السالب كام؟ 10.3 صح؟ سالب 10.3 هناك باقي ايه؟ باقي اس، اجابه الاس في المسألة دي سهلة جدا، بص بقى هجيبه ازاي؟ أنا عندي هنا مين؟ شيل بقى الأحمال خالص نفس الحكاية مش هديك الـ ER ها؟ مش هديك الاي ار فانت عارف بقى قدامك ستين ايه؟ رضا باكت يطيرها من المعادله تحل بدلالتها وتطيرها من المعادله انا هعمل ايه؟ طب رضا باكت الحلين صح اللي في رضا باكت واللي ياخدها معاه هي ايه؟ ماشي؟ ايه؟ عشان اجيب بقى بطريقه هي لحد دلوقتي خلي بالك ولا دايركت ولا جنرالايز يا عم لحد دلوقتي ده يمشي على الترم كله. الحاجه الوحيده المختلفه هي اجابه الاس بقى. بالجنرالايز كنا بنعمل ايه؟ كل اليمنت اجيب له كي واخد من كل اليمنت اللي انا عايزه واجمع اس. الدايركت لا انا هعمل ايه بقى؟ احط اليو بواحد. هاجي اقول ايه؟ انا عندي يو بتساوي واحد. بص بقى فاكرين لما قلت لك الهنج بحركها واحد ريجن ايه اللي بيحرك الفيكس الهنج واحد ريجن؟ ايه اللي بيحرك الفيكس واحد صباح الليل؟ طب لا تلاقي اي اي على ده دي كام؟ 3 اي اي على ال 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 بكام؟ ال ال هنا بكام؟ كام؟ 6 ال 3 ب 3 يبقى 3 اي اي على كام؟ على 6 ماشي؟ طيب الفيكسد حتى لو حد ناقص حاجه المومنتس مقطعه في اتجاه الدوران اللي انا دورته. انا مدور عكس العقارب فالاثنين مومنتس طالعين ايه؟ عكس العقارب. ماشي؟ هو بس واحد باصص الناحيه دي وواحد باصص الناحيه دي بس الاثنين بيلفوا في نفس الاتجاه. ماشي؟ ده كام؟ 4 اي اي في وانت مش عايز تتكلم على اليوم تتكلم على الورق كمان؟ خلي اسالني واحد اسمعك مني خليه يسالني انا قول اسال مش مهم اه اسالنا عايز ايه يسال يسال قول وانا ينفع اقول لك لو سالت بالعكس انا مبسوط جدا طب اسال 4 على كام؟ 8 البيت حق ابيض ده انت هتقول لي الموت هنا بكام؟ كام هنا الموت؟ 2 ايه؟
2 اي اي على ال، ال كام في المساله؟ 8. وهنا كام؟ 8. لو اي اي واحد يبقى الاس هي عباره عن الاس هي تجميع الاثنين دول، صح؟ الاس هي تجميع المومنت اللي عندي النود ده عن فاليو. مش احنا كنا بنعمل كده في السبرنج؟ ما دخلش السبرنج وخلاص، لو اخد السبرنج عليه دايركت تعالى كده اجمع دول مع بعض هيدوك كام؟ نص من هنا ونص من هنا، يبقى الاس بكام؟ الاس بواحد. يبقى طلع في الاخر ان الاس بتساوي كام؟ واحد. طيب لو واحد كان مش فاضي الاي اي بواحد يبقى الاس بتساوي ايه؟ تي ار، صح كده؟ ما انت فاضي الاي اي بواحد، يبقى لو انت مش فاضي الاي اي بواحد يبقى الاس هتساوي ايه؟ اي ار. واليو تطلع بثلاثه اي ار، يعني تطلع مقسومه على ايه؟ على اي ار. بمعنى بص كده معايا اليو كده هتساوي كام بقى؟ اول دي الناحيه الثانيه 10 و3 بالسالب، تروح الناحيه الثانيه تبقى 10 و3 موجب، تشيل منها 5 تبقى كام؟ 5 و3 من 10. الوحده ريديان، تمام؟ لو واحد تاني كان واخد 3 اي اي يبقى 5 و3 من 10 على اي اي. طبعا اصلا يو 5 و3 من 10 ريديان ده كبير قوي. انت عارف يعني ايه 5 و3 من 10 ريديان؟ علاقه قد ايه؟ ال 180 درجة في تقدير الريجن بكام؟ مرة، صح؟ الباي بكام؟ 3.14، عشان بس تحس بالرقم. تخيل دي لفت أكتر من بار، يعني أكنها لفت ورقت الربع التاني. تخيل الهنج تلف أكتر من 180 درجة، ده كلام في الخيال طبعا، بس هي الفكرة إن أنا إيه أسيوم الـ AI واحد، فمستحيل إنها تلف كده لأن الـ AI مش واحد، بس ده برضه بس، لأنها كده كده بتطير مع بعض. طيب عايزين بقى نجيب المومنت النهائي. ماشي يا جماعه انا بمسح كتير لان الصندوق صغيره خالص. بص كده معايا كويس. عايزين نجيب المومنت النهائي عشان نرسم البيني مومنت. وبعد كده نرسم الشيء. اي حاجه نهائيه تساوي الحاجه الفيكسد زائد الحاجه اللي جت من اليو باليو، الحاجه اللي جت من اليو باليو، يبقى اي حاجه نهائيه تساوي الفيكسد زائد الحاجه اللي جت من اليو باليو. يعني لو عندي واحد يبقى اللي جه من اليو واحد فيه واحد، واللي جه من اليو اثنين فيه اثنين، ماشي؟ ده هنعمل المساله اللي جايه. اللي جه هنا من اليو كام؟ ثلاثه. ثلاثة وعندي اليو، أول حاجة هتقولي فيكس ثلاثة، يبقى المومنت اللي هنا هيساوي، تعالى نعملها كده على جنب، ثلاثة ناقص، أنا مسحت اللي جاي من اليو. طيب تعالى نكتب كده، كان هنا قلنا إيه كام؟ ثلاثة إي أي على ستة، صح؟ وهنا أربعة إي أي على ثمانية، وهنا اثنين إي أي على ثمانية. طب ايه بقى؟ هو بقى عشان اقول هنا المومنت اللي هنا بيساوي 3 هاي، وده كده معايا ولا عكسه؟ معايا زائد نص، ده مع ده يبقى هجمع، صح كده؟ ده مع ده يبقى هجمع، وهو فعلا الجمع هيطلع لي الاتجاه ده، صح كده؟ يبقى ده 3 زائد 3 اي 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 وكده واحد، صح كده؟ يبقى دي 3 على 6 اللي هي نص، وتعالى كده عشان الناس ما تغلطش، 3 على 6 في جت من ايه دي؟ جت نتيجه ايه؟ واحد يوم واحد رجل، صح كده؟ انما يوم الحقيقه بكام؟ 5 و3، 3 على 6 5 وكام؟ 5 و3. هتجمع دول هيدوك 5 بوينت 5 بوينت 6 5 5 بوينت 6 5. حد يمليني دي؟ حد يمليني دي؟ صح جو كان مش معاك. بص يا باشمهندس، حد ما يجي بقى دي تبقى 13 و3 اهي، دي عكس دي، صح كده؟ يبقى ناقص نص برضه مضروبه في كام؟ جت من ايه دي؟ من اليو دي اللي هي 5 و3. لو عملت دي هيطلع الرقم ده 5.65، صح؟ فعلا كان لازم يطلع الاثنين
قد بعض؟ لا هو مش قد بعض. هيطلع 10 وفين 6 5. اصلا نص ب 5 3 اللي هي 2 وشويه. شيل 13 3 ب 2 وشويه هيبقى كام؟ 10 5 60. ليه بقى 10 5 60؟ لان في 5 اصلا في المساله على هنج. فكان لازم يبقى الفرق ما بين الرقمين دول كام؟ 5. دي اول مره احنا عمالين خلينا مساله قبل كده كتير كان دايما بيطلع زي بعض، المره دي ما ينفعش يطلع زي بعض. لان انا عندي ايه؟ لان انا عندي 5 فدي تبقى الفرق ما بين ده وده لازم يكون 5. صح كده؟ وفي نفس الاتجاه يعني يطلع ده من ده يطلع كام؟ 5. بص المساله اصلا عليها كام؟ عليها 5. كانت تطلع كام؟ تطلع كام؟ المهم اللي هي بنفس الطريقه اهي هتبقى ايه الرقم ده؟ ازاي؟ 13 و3 ناقص اهي ناقص كام؟ 13 و3 زائد ولا ناقص؟ كده زائد ولا ناقص؟ طلعته بره والله العظيم طلعته بره. اه انتوا انتوا اه انتوا كام بقى؟ 13 و3 اللي هي دي زائد 2 على 8 زائد صح؟ لان هما الاثنين بيجيبوا مع بعض. زائد 2 على 8 مضروبه في ايه؟ 5 و3 من 10. دي تطلع 14.62 14.62. تعالى نرسم المومنت. المومنت هنا كام؟ 12 صح كده؟ الفاشل 12 دي كان في 12 هنا. يبقى هنا كام عندي؟ اول حاجه عندي هنا 12. بعد كده وصل لكام؟ 5 65. تعالى ايه؟ نحطه كده 5 65. بعد كده تقول انا عندي هنا دي ال على 4 تطلع كام؟ تطلع 12. بعد كده المومنت يبدا بعدها بكام؟ 10.65. بعد كده يقفل هنا دي 14.62 برضه هتطلع هنا ضغط كده. بعد كده تنزل هنا دبليو سكوير على 8 تطلع دبليو سكوير. لا مش دبليو سكوير على 8 كام بقى هنا؟ دي الحته اللي احنا عملناها على الهنج السبورت هنج هنج اللي هي كانت عامله ازاي؟ تعالى نسيبها كده تحت تاني. كان عندي هنا 4 و4 كانت طلعت لو فاكر هنا كانت طلعت دي 16 ودي 16 وهنا كان في ايه؟ فراوله كده اللي هي كام؟ 4. نفس الكلام بالظبط اللي هاخد تجيله هنا. يبقى عندي هنا 16 وعندي من هنا 16. طبعا 16 دي ممكن تبقى كبيره شويه. بعد كده توصل من هنا خط النقط. ليه خط الدوت هنا؟ عشان لسه في ايه؟ في فراوله اللي هي كام؟ الشير. الشير هرسمه ازاي؟ اه ما تنساش طبعا ما تنساش ان هنا احنا بس ايه؟ هنا في حته احنا ما رسمناهاش اللي هي الديترمن ستراكشر بالظبط كده عشان تكمل المساله كلها. في حته هنا الديترمن اللي هي صفر وصفر متعلق بارابولا وفي من صفر ل 12 ما تنساش الحته دي ماشي؟ طيب الشير بقى الشير ده كده بيجي مومنت دايجرام. الشير فورس دايجرام انا المفروض ان انا ما كملش المساله اللي هي لان المساله كتير قوي. المفروض ان انا بس اديك الفكره وانت تكمل ماشي؟ بس انا المساله هحلها للاخر وبعد كده هتلاقي الكلام ده ايه؟ هكمله انت عايزه ماشي؟ كل حاجه نفس البرد. مهندس في الجنرالايز هتكلم نفس الستبس بالظبط. الاختلاف الوحيد هو تكوين الاس. في الجنرالايز هتعمل اي ماتريكس اللي هي 4 اي اي و2 2 و4 والثانيه من هنا اي اي 0 و0 و0 هتاخد من هنا 3 و4 تلاقي برضه 3 على 6 ونص و4 على 8 ونص فالمجموع كام؟ 1. لما تيجي تجيب الفورسز هتضرب بقى ايه؟ الفورس الفيكسد زائد الماتريكس مضروبه في اليوم. اللي هو الكلام اللي انت بتفتحه النهارده بالظبط. اللي عايز يحل النهارده بالطريقه دي حل ماشي؟ ما عنديش مشكله. اللي عايز يحل بالطريقه دي في الامتحان في الانجليزي حل بالطريقه دي.
فلن أصعب. الشيل بقى. الشيل هنعمل ايه؟ هنجيب ايه؟ مش مهندسين. هنجيب ايه؟ رياكشن بس نحط الاعمال الاصليه اللي بنبقى ساعدها. خلاص احنا عملنا الكلام ده قبل كده كتير. بص يا باشمهندس اللي كان قال لي الثمانيه دي، الثمانيه دي بقى هتخش معايا حسابات الرياكشن، وانا بحسب الرياكشن. تمام؟ هيطلع الرياكشن ده 8.5، والرياكشن ده 7.5، وده 2.95، وده يطلع كبير بقى. ليه؟ لان هو شايل حاجتين فوق بعض، 13.5. ماشي؟ يبقى ايه انا عايز بقى اشيل ازاي؟ يبقى اطلع هنا الاول 8.5، وبعد كده همشي ثابت، وبعد كده هنزل 4، يبقى هنزل لكام؟ 4.5، وبعد كده هنزل 8، هنزل 3.5، همشي ثابت، لا هنزل كام؟ 8.5 4.5، وبعد كده فعلا هنزل 3.5 هنا، تمام، وبعد كده هنزل 4 كمان، يبقى هنزل لكام؟ 7.5، هقفل في الاخر بكام؟ 7.5. في 2 دروب هعمله، في 4، اعمل 2 دروب. الدروب في الاخر اهم حاجه تقفل بكام؟ تقفل بالرياكشن اللي عامل سبورت الثاني. ماشي؟ هقول لكم دروب وفي الباب ورا. ماشي؟ اثنين الناحيات احمر ولبن. او احمر مع لون ايه؟ مرة. طيب 2.95 هنا، وبعد كده هنزل ل 8، ل 8 يبقى هنزل ليه؟ كام بقى؟ اطرح 5.3، وبعد كده اجي هنا 5.3 هطلع كام؟ هطلع 13.5، يعني هطلع لكام؟ ل 8، وبعد كده هنزل لكام بقى في الاخر هنا؟ 4 اللي هو الرياكشن اللي كان عندي في الاخر. لو كان الاحمال الراس دي عندي 8 بس، ما كانش حاطط لي اللود المائل ده، كان يبتدي يعمل لهم الفورس دايجرامتور انه بايه؟ زيرو. ايه اللي بقى في الحاله دي بقى؟ ان هو جه راح حاطط، قال لك ده كان هنا، افتكر ده كان هنا. ركز بقى في الحته دي. جه هنا كان عندي تاج هنا احطه فيه. كان عندي هنا 6. المسافه دي كام من هنا لهنا؟ انا يهمني بقى هي بتقسم المسافات دي ازاي؟ تعال نشوف بس كده 3 و3، المسافه دي كلها 8. بص بقى، اولا الستة دي تشوف هي بتشد من نقطة منع حركة في اكس لنقطة منع حركة في اكس، بمعنى ان الستة دي تأثيرها هيبقى من هنا، ما تأثرش في الحتة دي خالص. ليه؟ لأن السبورت ده منع الحركة أصلا وتقل. يعني فاهم قصدي؟ يعني لو قلت أنا هنا بسحب النقطة دي، اسحب النقطة دي ناحية الإيه؟ ناحية الشمال، صح؟ هل المنطقة دي تتحرك معاك ولا مش هتتحرك؟ مش هتتحرك معايا، بل إنما المنطقة دي كده في النورمال فورس دايجرام أقول عليها ان دي منطقه الزيرو ما فيهاش نورمال، دي منطقه ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نورمال خالص، صح؟ لان لما زقيت النقطه دي من الناحيه دي المنطقه دي مش بتزق معايا، لان الهنج ده مانع الحركه خالص، يبقى دي المنطقه دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نورمال. او بطريقه ثانيه الرياكشن ده اصلا المفروض يبقى في سيبر فيكس، صح؟ ليه؟ لان ما فيش اي حاجه بتشد المنطقه من هنا لهنا، تمام كده؟ طيب لما شد بقى المنطقه، لما شد النقطه دي المفروض ان المنطقه من هنا لهنا تبقى ايه؟ شد ولا ضغط؟ لا الحته دي شد ولا ضغط؟ تمام؟ انا هعرف النقطه دي كده، المنطقه دي ايه؟ شد، صح كده؟ والمنطقه دي ايه؟ من هنا لهنا، صح؟ هل وجود الرولر ده اصلا حاجه ولا هيتحرك معايا؟ هيتحرك معايا. يبقى اذا المنطقه اللي بتتحرك معايا هي نسبه وتناسب من الحته دي من هنا لحد هنا لحد هنا كده، تمام؟ فبنقول ايه بقى؟ لو كان عندي المسافه دي اسمها ايه؟ المسافه دي اسمها بي. فالفورس لو انا بقى حاطط لود هنا اسمه بي، بيتكون تو رياكشن هنا، رياكشن هنا ورياكشن هنا. فاهمين؟ يعني دول المنطقتين اللي بيقاوموا الحركه الافقيه.
اللي هي النقطه دي لانها معها حركه والنقطه دي معها حركه يبقى دول هيكونوا فيهم ايه؟ الرياكشنات بالنسبه للتناسب بقى السته اقرب لمين؟ اقرب لدي يبقى دي اللي عندها القوه الاكبر فالقوه دي معناها بي في بي على ايه زائد بي صح كده مش كده تبقى بي الاكبر؟ لان لو في الطول الاكبر بي دي المفروض تبقى ايه؟ الاصغر دي معناها بي في ايه؟ على ايه زائد بي ايه اللي انت بتقوله ده؟ يعني المفروض ان القيمه بتاعت الفرص اللي هنا دي يبقى 6 لان انا القوه عندي هنا 6 6 بكام؟ 3 ب 8 يبقى 11 على مجموع كل دول كام؟ 14 هيديك المنطقه دي انتوا قلتوا لنفسكم المنطقه دي تبقى ايه؟ المنطقه دي شد صح كده؟ يبقى دي شد كام الرقم بقى اللي شدت بيه؟ 6 في 11 على 14 6 في 11 على 14 هيطلع معايا 4.72 4.72 4.72 يبقى المنطقه دي ايه؟ دي الضغط صح كده؟ نجيبها ازاي بقى؟ هتبقى 6 كام؟ ب 3 على 14 او اللي اتبقى من 6 اللي اتبقى من 6 طب الخلاصه ايه بقى؟ لو انا عندي نورمال فورس ما بين نقطتين الاقرب ليهم هي الاقرب واعرف شد او ضغط منين ده بعينك بقى ده بعينك تعرف شد او ضغط المنطقه الاكبر تبقى بي بي على ايه زائد بي المنطقه الاصغر تبقى بي ايه على ايه زائد بي لكنك بتقسمها بايه؟ بالتساوي بالنسبه يعني لو كانت في النص لو سته دي في النص كان يبقى ده نص وده نص تمام؟ كده اقصد ايه؟ عشان برضه نبسطها للناس لو ده كان دي كده وانا عندي هنا 10 يبقى دي كام؟ من غير تفكير دي 5 ودي 5 ماشي؟ فين الضغط وفين الشد؟ لازم منطقه ضغط ومنطقه شد الناحيه دي اليمين ايه؟ شد والشمال ضغط فاهم؟ يعني لما احط لك نقطه بي ما بين نقطتين المفروض انك بسرعه تعرف فين الشد والضغط وكل واحد منها ايه؟ دي تطلع بقى الفرق ليها كام؟ 2 بوينت او 1.28 1.28 لسه ما طلعش ايه؟ لو ايه؟ الشهر الثاني هو ايه؟ الاي ايه؟ الاي ايه مختلف؟ يبقى بنسبه الاي ايه؟ ما هو يبقى الرقم بقى يخش معاك الاي ايه بقى؟ لا ساعتها لا مش هينفع انا بقول ده اللي انا بقول ده لازم تبقى الاي ايه واحده تمام؟ لو الاي ايه واحده هتقسم بالنسب لو الاي ايه مختلفه هتروح بقى تحل مساله كونسيستنت انفورميشن لا لو عندك اكتر من يا باشمهندسين اللي انا بقول ده ما ينفعش غير قوه متوزعه على نقطتين يعني اثنين بس اللي شايلينها يبقى كل واحد يشيل بنسبته بي في بي على ايه زائد بي وبي في ايه على ايه زائد بي انت المساله دي هتبقى في شيت كتير هتلاقي مطلوب النورمال فورس دايجرام وحطيت لك قوه في القيم هتقسمها بالنسبه لو في النص يبقى تقسمها بالتساوي طيب